الساعة 6 تقريبا، شي 5 ساعات قاعد عم اشتغل هون بالأرض. تعبان، أثار شغل الأرض والله كتير متعب. هاي تاني السنة قلبت شوي، حتى بدي ازرع بندورة وخيار قلبت وعملت سماد طبيعي. شو السماد الطبيعي اللي بصير؟ جيب خشب ما بدك اياه هون، او بتشتري خشب بتحرقه مع مخلفات السنة الماضية من اعشاب ضارة بس اوكي، غير بتحرقهم اوكي غير صاروا سماد طبيعي. اكيد بعدين بتمكسهم بتعمل لهم خلطة مع سماد صناعي، شغل مع عامل بخلطهم كلياتهم بالبعض، ولما بتزرع بتنشرهم فوق زراعتهم. الجو حلو زائد 10، جو ربيعي سيبيريا زائد 10، هاي شغلة منيحة. قريبا رح نبلش 15 و20 زائد. شو نبت عندي لحد هلا؟ ولا شيء ولا شيء، بس طالع ورد. مشان يبين انه الجو ربيع اشرب فنجان قهوة وتيسر على البيت. اليوم عملت مثل جدودنا، جبت معي زوادي من البيت، كانت طيبة والله بهالطبيعة هاي. ضربت مجدرة مع بصل اخضر، زبالة بدنا نشيلهم. وهون البيت البلاستيكي للخيار، وهون رح يكون في بيت بلاستيكي للبندورة. ايه طلع حشيش سعي زرعت هون، بتتصير هاي المساحة كلياتها مع المنقل هون، بتصير مثل محل ما بنستريح وبنقعد. بدي اجيب لها مرجوحة لنادية. نادية شافت مرجوحة عجبتها كتير، بدنا نشتري لها اياها.